أهلا وسهلا بكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم بشكر كل التعليقات والأدعية اللي دعيتوا لي إياها الحمد لله أموري اليوم أحسن بفضل الله ومن ثم بفضلكم بفضل دعائكم واللي سألوا عني واهتموا فيه بخلال الفترة الماضية شكرا لكم جزيلا وانا عاجز عن شكركم وبتمنى اني أظل عند حسن ظنكم بالنسبة لتوقعاتنا اليوم الاثنين سبعة عشر اثنين شباط فبراير القمر موجود في القوس في منزلة النعائم منزلة الصلح والسرعة والتقريب والتفريق ايضا وحكينا انه القمر لما بكون موجود في برج القوس بنشعر بابتهاج ومنجعل الناس أكثر مرحاً ومننطلق على سجيتنا ويتجه فكرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسة والدين. كمان منميل للترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعنا اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواية ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة معينة أو إجراء مكالمة مع أشخاص في مكان بعيد. أما بالنسبة للزوايا لهذا اليوم أول زاوية راح تكون معنا هي الليلة تقريبا راح تكون الساعة 11 وأربع دقائق مساء يعني قبل منتصف الليل بتوقيت جرينتش هاي الزاوية زاوية تثليث إيجابية راح تكون بين القمر والزهرة بتتأجج فيها عواطفنا اتجاه الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفعة للعاملين في مجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم اللي راح يصير بعد منتصف الليل اليوم هو تراجع كوكب عطارد اللي راح يصير الساعة 12 وخمسة وثلاثين دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش يعني بتوقيت الأردن الساعة اثنتين ونص الفجر وبما إنه راح يتراجع كوكب عطارد الليلة فهو تراجعه راح يكون على مرحلتين التراجع الأول اللي هو هاد وراح يستمر لغاية أربعة ثلاث يعني ساعات الظهر من اربعة ثلاث بعدين بيرجع متراجع لبرج الدلو وراح يمكث في برج الدلو لغاية صباح عشرة ثلاثة وبعديها بيرجع للحركة الامامية يعني بمعنى اخر بيرجع للحركة الامامية في برج الدلو وراح يظل في برج الدلو لغاية يوم ستة عشر ثلاثة قبل الظهر وبعدين بعاود بيرجع مرة ثانية لبرج الحوت وعادة في فترة التراجع هاي فترة سلبية جدا وراح يكون لها تاثير كبير على حياتنا لانه بيبدا اساسا تاثير التراجع هذا قبل بخمس ايام او ثلاث ايام هو بدا من ثلاث ايام تقريبا على كل المجالات الرئيسيه اللي بتتاثر سلبا من تراجع طارد اللي هي الاتصالات يعني بتتعطل الهواتف بصورة مفاجئة ممكن يضيع رسالة في البريد أو يتأخر طرد بريدي أكثر من المعتاد بالإضافة بتكتظ حركة المرور ومننتظر طويل في السيارة عادة تكثر الحوادث السير في هاي الفترة بشكل ملحوظ بتزداد سرقة السيارات وناهيك عن خراب وتلف فجائي بصير بالسيارة أو بميكانيكية السيارة أو كهربة السيارة منلاحظ كمان فترة التراجع أنه عدد الأجهزة الكهربائية في البيت بتتعطل بصورة فجائية دون سابق انذار مثل تلفزيون أو مذياع أو ثلاجة أو غسالة في هاي الفترة كمان لازم نحذر من توقيع على عقد ويجب فحص بنود العقد بشكل جيد جدا لأنه ممكن يتسرب أي بند ويكون في نوع من أنواع المتاعب إلنا بيأثر علينا لاحقا ووسعنا تأجيل التوقيع هذا إلى ما بعد انتهاء التراجع إلا إذا كان ضروري لازم تتأكدوا من كل البنود الموجودة فيها كمان بنصح أي شخص في هاي الفترة أنه ما يكفل حد لا ماليا ولا كفاله حتى قضائيا. في فتره التراجع بنلاحظ عدم الاستقرار المالي بصوره عامه، خصوصا اللي بيشتغلوا في السوق المالي او المضاربه الماليه او البورصه او اللي بتعملوا في العملات بنلاقي انه فجاه الاسعار بترتفع وفجاه بتنزل مره واحده، عشان هيك بكون متذبذب في كلا الاتجاهين وبتكون غير مضمونه. ومن الامور السلبيه هي النسيان والتشويش اللي بيصيبنا وممكن نفقد حاجيات لا مع المفاتيح او الاوراق الثبوتيه او في مجال الدراسه يعني بتخف عنا قدره الاستيعاب وبتزور رغبتنا من الالتحاق بدورات دراسيه اكثر الاشخاص اللي لازم ينتبهوا من هذا التراجع هم اول شيء مواليد برج الحوت اجمالا وبتراجع عندهم اساسا كوكب عطارد وبعدين لما بصل للدلو مواليد برج الدلو لازم هم اللي يكونوا منتبهين اما اللي في كلا المرحلتين اللي هو في الحوت وفي وفي الدرو هم المتضررين اللي هم مواليد برج الجوزاء ومواليد برج العذراء ليش؟ لانه هذا الكوكب هو المؤثر عليهم هو كوكبهم فعشان هيك في اثناء التراجع هم اكثر ناس بتاذوا اكثر ناس بحسوا بهذه الاثار الجانبيه أما بالنسبة للتأثيرات السلبية اللي راح تأثر على جميع الأبراج أثناء التراجع في برج الحمل يعني في فترة برج الدلو راح نحكي عن تأثيرات في برج الدلو الآن راح نحكي عن الحمل اللي عن الفترة القادمة مواليد برج الحمل بيحصل تعطيل في تعاملهم مع مؤسسات أو شركات كبيرة برج الثور بيجد صعوبة في التفاهم مع بعض الأصدقاء وممكن يصير في خلافات ما بينهم برج الجوزاء ما بتجد أفكارهم صدى إيجابي عند المسؤولين أو في مجال العمل أو مع زملائهم في العمل برج السرطان بيحصل تعطيل في الدراسة والتدريس لدى الأكاديميين وبرضه في السفر البعيد والاتصالات البعيدة بدهم يديروا بالهم من أوراقهم وامتحاناتهم وتركيزهم برج الأسد بيحصل تعطيل في مال بعدلهم من تعويض أو من شراكة برج العذراء بيجدوا صعوبة في التفاهم مع الشركاء المالي أو العاطفي برج الميزان ما بتجد أفكارهم صدى إيجابي لدى بعض زملائهم في العمل برج العقرب بجدوا صعوبة في التفاهم مع أحبائهم برج القوس بجدوا صعوبة في إقناع أفراد العائلة بوجهة نظرهم برج الجدي بيتشتت طلاب الابتدائي والثانوي في دراستهم وبصورة عامة بجدوا مواليد الجدي صعوبة في التفاهم مع أخ أو مع جار أو حتى ممكن الأبناء برج الدلو عليهم الحذر من النفقات المتصاعدة برج الحوت هم أكثر المتضررين في مجال الدراسة والاتصالات والمواصلات وبسيطر عليهم التشتت الذهني أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية راح تكون بين القمر وعطارد راح تكون في تمام الساعة ثلاثة وعشر دقائق فجرا بتوقيت غرينيتش بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي الطباع أما الزاوية التي تليها هي زاوية تربيع برضو سلبية بين القمر ونبتون ورح تكون هاي في تمام الساعة 11 و 84 دقيقة بتوقيت الظهر يعني بتوقيت غرينتش. تجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين حكينا أنه القمر موجود في القوس خلو المسار القادم برح يكون يوم 18 اثنين في تمام الساعة تسعة وثلاث دقائق صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة عشرة وستة وثلاثين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينش طبعا لينتقل بعدها القمر إلى برج الجدي عمر القمر اليوم القمر المربع بلش بعملية انحسار المربع حتى 23 يوم في تمام الساعة 11 و 23 دقيقة مساء يعني قبل منتصف الليل بتوقيت غرينتش يصبح القمر 24 يوم نسبة الإضاءة 45% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباعها وتحركاتها الشمس في الدلو حتى 19 2 المزاج ممتزج القمر في القوس حتى 18 اثنين المزاج سعيد عطارد في الحوت بيتراجع في الحوت حتى يوم أربعة ثلاثة مزاجه منتحس الزهرة في الحمل حتى خمسة ثلاثة المزاج سعيد المريخ في الجدي حتى ثلاثين ثلاثة المزاج منتحس المشتري في الجدي حتى أربعة عشر خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس برج الجدي مزاجه سعيد زحل في الجدي حتى اثنين وعشرين ثلاثة مزاجه سعيد أورانوس في الثور حتى 15 ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس برج الثور مزاجه مو يعني برضو سعيد نبتون في الحوت حتى 23 ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع برضو في الحوت مزاجه سعيد وبلوتو في الجدي حتى 25 أربعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع في نفس برج الجدي ومزاجه سعيد هيك بنكون وصلنا للتوقعات اليومية. برج الحمل بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما البعيدة. بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم. ممكن تخرجوا اليوم في رحلة أو ترويج لعمل أو تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها. بيكون هناك نجاح وحظ في حياتك العاطفية والعائلية خلينا نشوف توقعاتك الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لنفسيتك اليوم مرتاحة كثير عندك نشاط نفسي وذهني صحتك ممتازة عندك رغبة في التحرك اليوم والانطلاق يعني اليوم ممتاز جدا بالنسبة لشخصيتك وتحركاتك أما بالنسبة لبيت المال فشوي أنت لسه مضغوط ماليا الأمور مش مساعدة بالشكل الإيجابي يعني نقدر نقول أنه هذا تقريبا آخر يوم بعدين الأمور بتبلش يعني شوي فيها نوع من الأمل والانفراجات منلاحظ أنه عندك كثير من المصاريف والفوترة والترتيب الحسابي حاول أنك أنت ما تضغط حالك زيادة وحاول أنك أنت ما تميل على المشتريات الغير ضرورية في هذه الأيام أما بالنسبة لبيتك الثالث فعندك كثير من التنقلات ولكن بدك تحذر من العصبية والتنقلات في السيارة خصوصا أنه فترة تراجع وطارد هاي وبرضو اتصالك مع الأشخاص اللي حواليك لأنه عصبيتك ممكن تسيطر عليك إذا عندك مقابلة أو عندك أي شيء له علاقة بالامتحانات حاول أنك تستعد وما تل يعني ما تعتمد على الحظ بالنسبة لبيتك الرابع الأمور مستقرة تماما ولكن برضو بدك تدير بالك البيت الثالث بقول لك إنه دير بالك من المشاكل مع أحد أفراد العائلة الأبناء أخ أب جار والبيت الرابع بحذر من هاي النقطة بشكل طفيف فعشان هيك بدك تكون حذر أما بالنسبة لبيتك الخامس بيتك العاطفي فأنا شايف إنه ممتاز في بعض الحظوظ بتدعمك وفي برضو بعض اللقاءات أو بعض الأشياء راح تكون عاطفيه خلال هذا النهار وراح تكون مميزه اما بالنسبه لبيتك السادس في ساعات الليل وحتى الصباح بيكون في ضغط في العمل ممكن يتراكم عندك بعض الاعمال او بعض الامور ممكن صحتك تتعب شوي ولكن في ساعات النهار الامور ممتازه بتعيد السيطره على كل الامور اللي لها علاقه بالصحه والعمل اما بالنسبه لبيتك السابع فانا شايف الامور ما فيها اي مشاكل بالعكس الامور مستقره معك الا انه في ساعات المساء المتاخر في شويه مشاحنات ممكن تصير ولكن عابره بينك وبين شركائك الماليين او العاطفيين اما بالنسبه لبيتك الثامن فالامور ممتازه جدا برضه نفس الشيء ما في اي ش... اي سلبيه ما في اي شيء ضاغط ممكن في ساعات مع بعض الظهر يجيك بعض الدعم المادي او بعض الامور اللي بتساعدك في حياتك انت بتكون محتاجها اما بالنسبة لبيتك التاسع فالحظوظ بتدعمك شوية على مستوى امتحانات الجامعية ، الدراسة ، الاتصالات الخارجية ، التنقلات ، الرحل ، السفر ، يعني في امور لصالحك اما بالنسبة لبيتك العاشر فبرضه الامور مستقرة ما في اي مشاكل بينك وبين زملائك في العمل ولا بين مسؤولينك بالعكس الامور اعتيادية تماما حاول انك تنجز اعمالك بهدوء. اما بالنسبة لبيتك ال11 فانا شايف انه اليوم عندك كثير من الدعوات كثير من النشاطات الاجتماعية ممكن يكون في اتصال بينك وبين اصدقائك او صديق يساعدك ويمد لك يد العون في خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيت متاعبك فهو بدعم بيتك الاول فبنشوف انه الامور ممتازة صحتك ما في عليها اي خوف خلال هذه الايام بس اللهم انه انت حاول انك ما تنفعل وتعصب لانه انا شايف العصبيه هي اللي في بيتك الثالث ضاغطه عليك ولا باقي الامور ان شاء الله امورها ممتازه. برج الثور بتعيد تنظيم اموركم الماليه المشتركه والفرصه متاحه لمكسب مالي مع هيك بدكم تخففوا من النفقات المتصاعده. سارعوا في تهدئة الأجواء هاي فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أن تتحلى بالليونة والتفكير الموضوعي هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف خارطتك الفلكية إيش بتحكي لك أنا شايف أنك اليوم أنت معصب عندك بعض الضغوطات نفسيتك مش مرتاحة في بعض الإرباكات النفسية موجودة عندك أو الشخصية عشان هيك حاول أنك تتمالك أعصابك اما بالنسبة لبيتك الثاني فعندك كثير من المصاريف والمتطلبات المالية والضغوطات المالية حاول انك انت تقلل من النفقات خصوصا خلال هذا النهار خصوصا الاشياء المش مهمة اما بالنسبة لبيتك الثالث فانا شايف انه عصبيتك موجودة متوتر عندك نوع من الاندفاع وممكن يصل لمرحلة التهور حاول انك تمسك اعصابك الاجواء شوي مشحونة حاول انه ما تدخل بخلافات او نقاشات مع احد افراد العائله اخ او اب او جار اما بالنسبه لبيتك الرابع فالامور مستقره على البيت ما في اي مشاكل تذكر داخليه اما بالنسبه لبيتك الخامس فانا شايف انه في عندك نوع من انواع الدعم العاطفي او دعم الحظوظ راح يكون موجود خلال هذا النهار بساعدك في كثير من الامور يمكن يكون عندك بعض اللقاءات او الاتصالات العاطفيه او تدعيم موقفك العاطفي خلال هذا النهار واذا كان في خلاف ما بينك وبين الحبيب بامكانك اليوم هذا تعاود الكره مره ثانيه للتصالح او لفتح صفحه جديده اما بالنسبه لبيتك السادس فانا شايف الوضع ضاغط بالنسبه للعمل وبالنسبه للصحه حاول انك ما تجهد حالك زياده وحاول انك تراقب وضعك الصحي وما تخلي الاعمال تتراكم عندك اما بالنسبه لبيتك السابع فهو فارغ من اي شيء سلبي او ايجابي ولكن في ساعة المساء ممكن يصلك خبر جديد أو موافقة على مشروع أو على فكرة أنت طرحتها تلاقي بعض التأييد من شركائك في المال أو العاطفي هذا بدعم من موقفك أما بالنسبة لبيتك الثامن فيعني شايف أنه شوي في بصيص أمل لبعض الدعم المالي ممكن يجيك بشكل مفاجئ يعني بكون على شكل تعويض أو على شكل هبة أو على شكل مساعدة يعني ما تقلق في نوع من الحظوظ في هذا الباب أما بالنسبة لبيتك التاسع فكثير من التنقلات والاتصالات عندك وممكن حابب أنك أنت تخرج في رحلة أو في نزهة خلال هذا النهار الوضع ممتاز جدا وإيجابي جدا اللي عنده امتحان أو مقابلة برضو اليوم داعمه أما بالنسبة لبيتك العاشر فما في أي ضغوطات تذكر موجودة في الساحة فعشان هيك لا الأمور معك ولا الأمور عليك في أمور العمل مع المؤسسات الكبيرة وعلى مستوى علاقتك برؤسائك بالعمل أو زملائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأمور يعني إيجابية عندك كثير من النشاطات الاجتماعية خلال هذا النهار وممكن يعني يصير في لقاء بينك وبين صديق زمان إلك ما التقيت فيه ويكون لقاءك فيه إيجابية كثير بالنسبه لبيت متاعبكم الامر ما في اي مشاكل الا انه في ساعات المساء ممكن انه يصير في بعض الخلافات او بعض التوعكات الصحيه، راقب نفسك وحاول ما تجهد نفسك وراقب طعامك اهم شيء على اساس انه ما يصير معك الام في المعده او في القولون خلال هذا النهار. برج الجوزاء يعني القمر الآن موجود مقابلكم مباشرة طاقتكم شوي ضعيفة القمر بحكي لكم يوم مناسب لتعزيز شراكتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة هاي الفترة سلبية وضاغطة ما بنفعك سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لمضايقات أو خلافات خلينا نشوف خارطتك الفلكية إيش بتحكي لك هو فعليا نفسيا أنت اليوم مش مرتاح حاسس ببعض الضغوطات وحاسس انه طاقتك شوي ضعيفه عندك مزاجيه حاده نوع من العصبيه بيتك الثاني بيزيد بي الضغط عليك من ناحيه ماديه ومن ناحيه المصاريف شوي في عندك بعض التوترات خلال هذا النهار الماديه مقلقه بعض المصاريف لزياده او المتطلبات لزياده حاول انك انت برضو تخفف من نفقاتك اللي غير ضروريه بالنسبة لبيتك الثالث عندك تنقلات وعندك حركة عصبيتك مش في اوجها ولكن انه في نوع من انواع الحدية في الطباع حاول انك ما تدخل بخلافات داخل المنزل خصوصا مع احد المقربين لإلك ابن اب اخ جار يعني بدك تمسك اعصابك واثناء تنقلاتك حاول انك ما تتهور اثناء القيادة عشان ما ينعكس الامر عليك سلبي وخصوصا انه في تراجع لعطارد انت اكثر المتضررين من هذا التراجع فديروا بالكم من الحوادث خلال الفتره هاي والاعطال خصوصا في اجهزه المواصلات والاتصالات والسيارات اما بالنسبه لبيتك الرابع فالامور مستقره على مستوى البيت في بعض الحظوظ في منكم ممكن يفكر بالفتره هاي اما بالترحال او يرحل او يتنقل او يشوف سكن جديد او يشتري شيء له علاقه بالعقار او يفكر حتى في الموضوع ويتناقش فيه اما بالنسبة لبيتك الخامس فامورك العاطفية شوي مضغوطة في عندك نوع من انواع التوتر خصوصا حتى ساعات الظهر بدك تمسك اعصابك من ردات فعلك بعد ساعات الظهر بتعود الحظوظ على الساحة وممكن يكون في بعض المصالحة لبعض الاخطاء الصباحية وممكن يكون في بعض الانجازات هذا اليوم اما بالنسبة لبيتك السادس فانت مضغوط نفسيا ومضغوط صحيا فحاول انك انت ما تجهد نفسك زيادة انجز الاعمال الضروريه المطلوبه منك واترك الباقي لوقت ما تتحسن امورك وهي بس بتجاوز هذا النهار بعدين الامور بتصير ايجابيه لصالحك، اما بالنسبه لبيتك السابع بيت الشراكه والحظوظ فهو يعني دعمك بشكل كبير جدا خصوصا على المستوى العمل او العاطفي، اما بالنسبه لبيتك الثامن فانا شايف انه شوي عندك حظوظ برضو بتدعمك عندك إنجاز لبعض الأعمال خلال هذا النهار ممكن يكون في نوع من أنواع الدعم المادي أو بعض التعويضات اليوم تحصل عليها أو بعض الديون اللي أنت مدينها لأشخاص اليوم تسترد منها جزء أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف اللي عنده امتحان أو مقابلة اليوم في بعض الحظوظ بتدعمه ولكن لا يعني هذا أنه يعتمد على الحظ لازم يعتمد على جهده الشخصي كمان واللي عنده سفر أو تنقلات أو حب أنه يطلع في نزهة فاليوم برضه مناسب اما بالنسبه لبيتك العاشر فالامور مستقره في العمل انت مسيطر على اعمالك خصوصا بالشركات الكبيره علاقتك مع زملائك في العمل ومع رؤسائك في العمل ممتازه وعندك برضه طاقه ممتازه جدا بتقدر انك تنجز فيها كثير من الاشياء اما بالنسبه لبيتك العاشر فعلاقاتك الاجتماعيه اليوم في اوجها عندك حب للانطلاق عندك حب كمان لرؤيه الناس أو الزيارات أو أداء الواجبات أو لقاء الأصدقاء فاليوم هذا مناسب جدا حاول إنك تستغله وممكن بعض الأصدقاء يساعدوك أو يدعموك في بعض الأمور أنت بحاجة لإلهم في خلال هاي الفترة أما بالنسبة لبيت متاعبك فهو اللي بخفف عليك من بيتك الأول نفسيتك شوي بتكون متقلبة طول النهار ما بين إيجابية وسلبية لكن إنه صحتك شوي ما في عليها أي مشاكل يعني بس العوارض اللي بتمر هي عوارض نفسية نوع من أنواع الاكتئابات والعصبية وبتمر إن شاء الله مرور الكرام وما تأمن شر أي شيء لأنه بيت متاعبك في حظوظ دعمتك برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذائكم وراحتكم كون منظم وأحسن إدارة عملك وحاذر من الجدال مع المعاونين وما تهمل صحتك لا تأجل ولا تماطل عملك حتى لو اضطريت للعمل لساعات إضافية هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف خارطتك الشخصية إيش بتحكي لك بالنسبة لنفسيتك اليوم أحسن شوي أنت مرتاح أكثر عندك بعض الطاقة بتدعمك وخصوصا في ساعات العصر عندك بعض الالتزامات بيتك الثاني بيحكي أنه في التزامات مادية بعض الضغوطات المادية بعض المصاريف المترتبة عليك خلال هذا النهار ولكن أنا بقول لك دير بالك من المصاريف لزيادة اللي ما إلها داعي أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف أنه عندك شوية تنقلات اليوم واتصالات إذا بتتجنب عصبيتك وما يعني وبتعتمد على جهدك الشخصي ما تعتمد على الحظ، اليوم بتنجز انجازات كثيره وعندك تحركات كثير ايجابيه واتصالات ممكن تعود عليك بالنفع في الايام القادمه. اما بالنسبه لبيتك الرابع فبما انه في شويه ضغوطات على بيتك الثالث فبقول لك بلاش خلافات داخل البيت خصوصا مع اهل البيت يعني مع اخ، اب، جار او اي احد من افراد البيت. عندك ممكن يصير بعض الأعطال أو الإهتمامات المنزلية مثل تصليحات أو شراء بعض الأجهزة للبيت حاول إنك تكون حذر وراقب الأوراق الكفالة والتوقيعات أو الإتفاقيات مع أي واحد بده يعمل لك هاي الأمور عشان ما ينضحك عليك ، أما بالنسبة لبيتك الخامس فإنت اليوم عندك بعض الأشياء العاطفية موجودة على الساحة الحظوظ بتدعمك بشكل إيجابي خصوصا في العاطفة. وفي تنقلاتك وفي بعض الاشياء اللي ممكن انها تبهجك خلال هذا النهار اما بالنسبه لبيتك السادس فهو بدل على انه لازم انك انت تنجز اعمالك خلال هذا النهار حتى لو كانت كثيره حاول انه انت ما تخليها تتراكم عليك راقب صحتك راقب تغذيتك حاول انك انت تاخذ راحه من فتره لفتره خصوصا اذا شعرت بالتعب أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف أنه لا في ضغوط لا إيجابية ولا سلبية الأمور ماشية بشكل إيجابي خصوصا في أمور الشراكة المالية والعاطفية أما بالنسبة لبيتك الثامن فممكن في ساعات المساء يجيك بعض الدعم المادي أو بعض التعويضات أو بعض الأشياء اللي أنت كنت مداينها لأشخاص أو عرتها لأشخاص أنها ترجع لك خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك التاسع فعندك كثير من النشاطات والاتصالات الخارجية اليوم ممكن يكون عندك امتحان أو بتفكر بالسفر أو الخروج بنزهة أو عندك بعض النشاطات الخارجية حاول أنك أنت تستفيد منها بشكل إيجابي لأنه الأمور دعميتك بشكل إيجابي خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك العاشر فأي عمل له علاقة بالمؤسسات الكبيرة حتى لو كان تقديم طلب لتوظيف اليوم راح يكون في نوع من انواع الدعم وممكن انت يجيك بعض الاطراء او او الثناء على بعض اعمالك من رؤسائك بالعمل او زملائك بالعمل اما بالنسبه لبيتك الـ 11 فكثير من النشاطات الاجتماعيه والواجبات الاجتماعيه عندك ممكن يكون عندك تنقلات كثيره مع اصدقاء او لزياره اصدقاء او لزياره بمناسبات اجتماعيه او تبادل الزيارات اما بالنسبه لبيت متاعبك فشوي ضاغط عليك فبحكي لك انه شوي بدك تنتبه لحالك طاقتك ضعيفة ممكن تتعرض لأي شيء يؤذيك خلال هذا النهار من تعب صحي أو أعراض مفاجئة تجيك هيك انتبه لها هو هذا آخر يوم من الضغط تقريبا خلال الفترة هاي بعدها الأمور بتتحسن بشكل إيجابي برج الأسد تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم تعزيز العلاقة معهم ما بتخلى الحظ المالي عنكم بتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباطات ما تهمل الواجبات تجاه العائلة والأحباء وصحح أخطائك هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف قارتك الشخصية إيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول أنا شايف الأمور النفسية عندك بأعلى قواها عندك شخصية حلوة اليوم نفسيتك مرتاحة حابب تنطلق وحاب تتحرك وعندك كثير من الاهتمامات اليوم راح تهتم فيها بشكل إيجابي وشخصيتك ونفسيتك راح تدعمك أما بالنسبة لبيتك الثاني بيت المال فأنا شايف أنه بعض الضغوطات المالية أو بعض المصاريف اللي ما إلها داعي اليوم راح تتركز عليك حاول انك انت تخفف من النفقات وترتب امورك وفوتارتك بشكل ايجابي اما بالنسبة لبيتك الثالث فانت اليوم مزاجك شوي عصبي فعشان هيك في نوع من انواع الحدية في طباعك ممكن تعصب لأتفه الاسباب فعشان هيك بدك تمسك اعصابك قدر الامكان اذا كان عندك مقابلة او امتحان او اي شيء له علاقة بالامتحانات بدك تركز بشكل جيد ما تعتمد على الحظوظ اذا عندك تنقلات حاول انك تمسك حالك من التهور، ركز اثناء ترقلاتك وامورك ان شاء الله بتكون ممتازه، اما بالنسبه لبيتك الرابع فهو فارغ لا في ضغط لا حظ ولا في ضغط منتحس، فعشان هيك الامور ممتازه جدا بالنسبه للبيت ومريحه بالك، اما بالنسبه لبيتك الخامس فانا شايف شوي عندك الحظوظ طالعه نسبيا، عندك بعض الامور العاطفيه خلال هذا النهار، أو بعض اللقاءات أو الاتصالات وممكن تعود عليك بالنفع وممكن بعض الأمور تيجيك بشكل مفاجئ كنوع من أنواع المساعدات أنت ما كنت تتوقعها، أما بالنسبة لبيتك السادس فكثير من الأعمال اليوم على عاتقك في عندك كثير من التحركات والنشاطات حاول إنك أنت تنجزها وما تخليها تتراكم وراقب وضعك الصحي، أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف أنه الأمور دعميتك بشكل إيجابي على مستوى الشراكة المالية والعاطفية عندك بعض الإنجازات ممكن تنجزها خلال النهار أو تمهدلها اللي تنجزها في خلال الأيام القادمة لأنه الأمور راح تكون بشكل إيجابي حتى نهاية الشهر أما بالنسبة لبيتك الثامن فإذا كان عندك أشياء أنت مداينها لأشخاص أو معايرها لأشخاص وحاب أنك تطالب فيها خلال هذا النهار فهي ممكن أنها ترجع لك أو يرجع لك جزء منها وحاول انك انت اذا في لك امور لها علاقه بالضريبه او بالتعويضات انك تتحرك فيها بخلال هذا النهار لتستفيد من الايام القادمه وانه يكون الشيء لصالحك اما بالنسبه لبيتك التاسع فاللي عنده امتحان او مقابله او عنده سفر او تفكير بالسفر او عنده تجديد شيء له علاقه بالاقامه او له علاقه بالسفر البعيد او حتى الهجره اليوم الوضع داعم إلك بشكل إيجابي جدا واللي عنده قضية قضائية ممكن اليوم انه تميل الكفة لاتجاهك أكثر، أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنت في مستوى عملك أو بينك وبين زملائك مع المؤسسات الكبيرة فاليوم ممكن يكون في نوع من الإطراء أو الثناء عليك في بعض الأعمال اللي أنت عملتها أو أنجزتها ويكون في نوع من أنواع الشكر لإلك على هاي الإنجازات، أما بالنسبة لبيتك ال فدير بالك اثناء اللقاءات الاجتماعيه انه انت تكون متوتر او معصب او حتى ترفض الخروج او انه انت تلبى الدعوات لانه شوي الامر ما راح يكون لصالحك وراح يتعبك ويزعجك خلال هذا النهار او يطلع في نتائج تكون مزعجه بالنسبه لك وحاول انك ما تفرض سيطرتك على الناس اللي حواليك وحاول تتعامل بود ولطف. اما بالنسبه لبيت متاعبك فشوي بيعمل نوع من انواع التقلبات الصحيه يعني شوي بيكون ضاغط عليك ممكن تحس بوهن او تحس انه طاقتك ضعيفه او انه بعض الاعراض الجانبيه مش امر خطير ولكن امر عابر حاول انك تهتم في صحتك وفي راحتك وفي طريقه تناولك للطعام او شو نوعيه الطعام اللي انت بدك تتناوله خلال هذا النهار عشان الامور تمشي على خير. برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم بتجدوا نوع من أنواع التعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي ممكن تظهر مشاكل شخصية ما تتهرب من المسؤولية تجاه العائلة الأجواء عدائية ومتوترة وراعي وضعك الصحي هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف خارطتك الشخصية ايش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الاول انت متوتر فعليا طاقتك ضعيفة عندك نوع من انواع الاكتئاب او نوع من انواع المزاج اللي مش هادي يعني في نوع من انواع ال الاضطرابات العصبية بالنسبة لبيتك الثاني عندك بعض الالتزامات المادية او الدفعات او المستحقات او الفوترة انت بتهتم فيها بشكل كبير حاول انه انت ما تصرف زيادة برضو في الاماكن الغير مناسبة عندك بيتك الثالث في نوع من انواع العصبيه والحدية اثناء تناقلك او تنقلاتك، حاول انك انت تنتبه وما تتهور وما تغامر وما تخاطر في هذه الايام خصوصا انه انت كوكبك عطارد وبيتراجع فبيعطيك نوع من انواع عدم التركيز او التشتت الذهني، فعشان هيك بدك تنتبه وحاول انك ما تختلق المشاكل داخل البيت لا مع اخ ولا مع أب ولا حتى مع أفراد أي فرد من أفراد العائلة وممكن تهتم بوضع يطرأ بشكل غير طبيعي بصحة أحد الأحباء أو المقربين لإلك لا أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف الأمور مستقرة على مستوى البيت شايف أنه الأمور هدت ما في عندك الأشياء المقلقة داخل المنزل بالعكس في بعض الهدوء وممكن في ساعة المساء يصلك خبر أو يكون في فرحة في داخل المنزل بسبب خبر يسعدك كثير او يكون لصالحك بشكل واضح اما بالنسبه لبيتك الخامس فانا شايف الحظوظ العاطفيه عندك في اوجه وعندك نوع من انواع الدعم الخفي ممكن يساعدك ولكن لا تعتمد عليه بشكل كبير لانه مش هالقوه في الحظوظ اللي موجوده ولكن انه موجوده اما بالنسبه لبيتك السادس بدك تنتبه من الاعمال لانه ممكن تتراكم عندك وممكن يصير في عندك نوع من التقصير، ممكن انه يصير في عندك بعض التوعكات الصحية، حاول انك تهتم في صحتك وفي غذائك وفي تحركاتك أيضا وفي انجاز أعمالك، أما بالنسبة على مستوى بيتك الشراكة المالية والعاطفية في نوع من الحظوظ داعميتك حتى لو كان عندك خطة أو مشروع معين أو تصليحات داخلية بالنسبة للنظام العملي، بالنسبة لمشاريعك المشتركة راح تلاقي انه فيها إيجابية اما بالنسبة لبيتك الثامن فاليوم ممكن تحقق بعض الانجازات في شيء له علاقة بالضريبة او بالتعويضات ممكن يجيك مال ما كنت متوقع انه يجيك من فترة او تسترد بعض الاموال او الديون او يصير في نوع من انواع المطالبات ويكون في بصيص امل لتحقيقها اما بالنسبة لبيتك التاسع فالامر مش بهالقوة ممكن انك بتفكر في سفر او في تنقلات او في بعض الاتجاهات انت بدك تتحرك لها يعني هي بشكل فيها نوع من الايجابيه ولكن برضه ما بدك تعتمد عليها لانه الحظوظ مش بهالقوه الكامله اللي موجوده اللي عنده قضيه قضائيه بده يلتزم في كل الاشياء والبنود على اساس انه تمشي لصالحه وما يخالف القوانين اهم شيء بالنسبه للعمل مع المؤسسات الكبيره او الشركات الكبيره فانا شايف الوضع ممتاز جدا الا انه برضه بتراكم عندك العمل ودير بالك من المشاحنات والتقلبات بينك وبين زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه اليوم عندك كثير من التحركات الاجتماعية أو الواجبات الاجتماعية أو الدعوات ممكن أنك تلبيها وممكن صديق ينشلك أو يساعدك في بعض المواقف الحساسة أنت بسا... بحاجة لمساعدته أما بالنسبة لبيت المتاعب فشوي بعوض البيت الأول فبتلاقي انه شوي عندك نوع من انواع الطاقه الخفيه بتجيك في اللحظه اللي انت بتحتاجها، ولكن برضو رغم هيك عندك كثير من الالتزامات وعندك كثير من التحركات خلال هذا النهار، حاول انك انت تشتغلها ب... تستغلها بالشيء الايجابي وتستغل الفتره الايجابيه هاي لانجازها عشان ما تتراكم عندك. برج الميزان بتنشطوا في السفر والاتصالات يوم مناسب لاجتياز امتحان بتعزز العلاقة مع أخ أو جار تدعمك الحظوظ وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت الأنظار الأجواء لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف خارطتك الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول أنا شايف الأمور اليوم أحسن بكثير نفسيتك متحسنة بشكل واضح تماما حاسس أنه عندك طاقة وعندك قدرة على الانطلاق خلال هذا النهار بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك الثاني فشايف أنا عندك شوية ضغوط من الناحية المادية إما مصاريف أو مشتريات أو بعض الالتزامات أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالفواتير يعني أمور مالية ضاغط عليك بشكل يعني ما بدنا نحكي كبير ولكن أنه مرهق حاول انك تهتم في الامور هاي وحاول انك انت تخفف من مشترياتك الغير ضرورية اما بالنسبة لبيتك الثالث فانا شايف انه شوي في عندك نوع من انواع الضغط دير بالك من الخلافات مع اخ او مع جار او مع بعض العلاقات الداخلية داخل المنزل يعني انها تحتد في بعض الاوقات من العصبية خصوصا مع اهل بيتك اما بالنسبة لتنقلاتك فشوي بدك تكون انت مش مغامر مش جريء خلال الفترة هاي. يعني حاول انك انت تنتبه اثناء القيادة واثناء الاتصالات واثناء الامتحانات وما تعتمد على الحظ اما بالنسبة لبيتك الرابع فانا شايف الامور لا هي معك ولا هي عليك يعني امر طبيعي جدا وهادي جدا بامور البيت الامر المعتاد والروتين المعتاد اما بالنسبة لبيتك الخامس فاليوم عندك كثير من الاهتمامات العاطفية عندك شوي نوع من انواع الرومانسية حابب تفرغ الطاقة هاي الموجودة جواتك ممكن يكون في لقاء عاطفي أو اتصالات عاطفية أو بداية علاقة عاطفية خلال هذا النهار فحاول أنك أنت تستغل إيجابيتها وحاول أنك تستغل برضو إيجابية الحظوظ اللي بتدعمك في بعض الأوقات أما بالنسبة لبيتك السادس فعندك كثير من الأعمال والانشغالات اليوم عندك كثير من التحركات لإنجاز بعض الأعمال المتراكمة حاول أنك أنت تنجزها وما تراكمها بزيادة انتبه لبعض التوعكات الصحية ممكن تكون شغلات طفيفة يعني شغلات عابرة ما إلها أي تأثير أما بالنسبة لبيتك السابع فالأمور البيت خالي ما في نوع من أنواع الحظوظ اللي تدعمك إلا في ساعات المساء أما سلبية ما في أي سلبية حاول أنك تستغل الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة المالية والعاطفية خلال هذا النهار لأن الأمور راح تكون لصالحك أما بالنسبة لبيتك الثامن برضو نفس الشيء فارغ من أي شيء إيجابي أو سلبي خلال هذا النهار إلا في ساعة المساء ممكن إنه يتم مطالبة أو اتصال في أشخاص معينين إنت بدك منهم شيء أو مداينهم أو عندك أشياء بتخصك موجودة عندهم تطالب فيها خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك التاسع فما بدك تعتمد على الحظوظ نهائيا زي بيتك الثالث حاول إنك إنت تكون منتبه لأ ما في داعي للتهور حاول أنك تتجنب أي مخالفات قانونية خلال هذا النهار حاول أنك أنت تعتمد على طاقتك وعلى على قدراتك اللي أنت بتستعد إن كان عندك امتحان أو مقابلة أو اتصالات خارجية وأعرف أنه ما في حظ بدعمك في هذا الباب أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأمور برضو نفس الشيء يعني لا هي معك ولا هي عليك الأمر الروتيني المعتاد جدا في مع علاقاتك مع المؤسسات الكبيرة أو في عملك أو مع رئيسك في العمل أو زملائك في العمل فما في أي شيء بخوف وما في أي شيء مقلق أما بالنسبة لبيتك ال11 فأنا شايف أنه اليوم عندك كثير من الاتصالات والنشاطات اللي فيها نوع من أنواع التواصل الاجتماعي يا إما مع أصدقاء يا إما لقاءات عاطفية يا إما شيء له علاقة بالواجبات الاجتماعية مع الـ ممكن يكون مدعو لحفله او لتكريم او لشيء بخصك بشغك الاجتماعي اما بالنسبه لبيتك 12 فانا شايف لا انه الامور يعني صحيح انه في عندك بعض النشاط ولكن انه في بعض التوعكات الصحيه بتحس من لحظه للحظه انه ما في عندك طاقه او طاقتك ضعيفه يعني اشحن نفسك بالجرأه خلال هذا النهار وان شاء الله خلال اليومين القادمين بتكون الامور لصالحك بشكل افضل برج العقرب ثم فرصه لمكسب مالي من عمل اضافي مع هيك بدكم تكونوا حذرين من النفقات اللي ما في لها داعي امتنعوا عن المشتريات الغير ضروريه بتهتم بتوظيف اموالك كون عاقل في صرف الاموال بتهتم لمناقشة دعم مالي أو قرض أو ممكن تفكر في بعض الاستثمارات أو التوظيفات فترة إيجابية ممكن تحقق خلالها ربح هيك بالنسبة للقمر بيحكي لك خلينا نشوف إحنا بالنسبة لخارطتك الشخصية إيش بتحكي لك يعني أنا اللي شايف إنه برضو نفسيتك اليوم أحسن بتحسن مستمر حتى إنه في ساعات المساء راح يكون في نوع من أنواع الطاقة الإيجابية راح تدعمك بشكل كبير بالنسبه لبيت المال يعني ما بحكي لك وظف بالعكس بحكي لك انتبه لانه شايف انا انه في ضغط مالي عندك وعندك زياده بالنفقات عندك بعض الامور اللي لها علاقه بالفوتره عندك بعض المناقشات ممكن تحتد بالامور الماليه حاول انك ترتب الامور بشكل ايجابي اما بالنسبه لبيتك الثالث فانا شايف انه عندك كثير اشياء لها علاقه بالاتصالات خلال هذا النهار فحاول انك انت تمسك اعصابك ما تتهور وما تنفعل وما تعصب لانه شوي في نوع من انواع الضغط، وابعد عن النقاشات مع اصحاب يعني اللي عايشين معك في نفس البيت ان كان اخ او جار او اب او ام يعني حاول انك انت تتعامل بلطف او اذا صار اي نقاش حاول انك تتجنب النقاشات عشان ما تحتد، اما بالنسبه لبيتك الرابع فعندك كثير من التحركات اليوم الها علاقه بالبيت اما انه انت تشتري اشياء للبيت او بعض المقتنيات للبيت او بعض النواقص للبيت عندك مصاريف لها علاقه في البيت عندك اهتمامات في احد الاحباء او احد المقربين لك عندك بيتك الخامس ممتاز جدا الدعم بيجيك عن طريق الحظ او عن طريق حبيبك او عن طريق شخص بتعزه وبتقدره عندك بعض اللقاءات العاطفية، عندك بعض الاهتمامات العاطفية، عواطفك اليوم شوي أكثر من أي يوم مضى فيها نوع من الزيادة. أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف إنه شوي صحتك بدها الاهتمام، لازم تراقب أكلك وتراقب صحتك، حاول إنك ما تراكم الأعمال خلال هذا النهار، إنجز اللي بتقدر عليه من الأعمال حتى لو إنه اضطريت إنك تعمل ساعات إضافية زيادة. بس انجزها وما تخليها تتراكم اما بالنسبة لبيتك السابع فشايف على وضع الشراكة المالي والعاطفي برضو في نوع من انواع الضغط السلبي حاول انك انت تلتزم الهدوء وما تثير الامور لانه الطاقة هنا بتكون ضعيفة شوي بحاجة انت لبعض ترتيب الاوراق وبعض التعامل الدبلوماسي مع شركائك بالمالي المالي او العاطفي اما بالنسبة لبيتك الثامن فاليوم هذا بحكي لك لا داين حدا ولا تقرض حدا ولا تكفل حدا، الوضع شوي في نوع من انواع السلبية، عندك بعض المراجعات ممكن القانونية أو الها علاقة بضريبة أو بشيء له علاقة بالتعويضات أو التأمينات، حاول إنك أنت تنجزها بدون مخالفة القوانين. أما بالنسبة لبيتك التاسع فعندك نوع من أنواع الحظ بدعمك في اتصالاتك الخارجية ونوع من انواع المساعدات على المستوى الدراسي الجامعي او الدراسات الخاصة او حتى بتعلم لغة او فلسفة جديدة او الاطلاع على ثقافة جديدة، لكن بدك تنتبه انه الدعم هذا ما راح يكون طول النهار يعني في ساعات المساء ما تعتمد على الحظوظ في هذا الباب، حاول تستغلها خلال النهار. اما بالنسبة لبيتك العاشر بالعكس في حظوظ بتدعمك على مستوى الشركات الكبيرة ممكن اليوم تقدم لتوظيف أو مناقشة أو مقابلة إه هذا الأمر رح يساعدك شوي لأنه الحظ بدعمك في هذا الباب واللي بيعملوا ممكن يكون في نوع من أنواع التكريم لهم أو مجاملتهم أو ذكر محاسنهم على إنجازاتهم اللي قدموها خلال الفترة الماضية كان من الزملاء أو من رؤسائك في العمل اما بالنسبه لبيتك ال11 فانت شوي لسه محتد حساسيتك عاليه تجاه الاصدقاء ممكن بعض الخلافات مع صديق يعني حاول انك تمسك حالك ما في داعي انك تكبر الامور اتعامل بدبلوماسيه وما تحاول تفرض رايك على الاصدقاء او المعارف اللي حواليك اما بالنسبه لبيتك 12 فهذا بيت متاعبك بدل على انه الامور ايجابيه خلال الفتره هاي بشحنك بشوية طاقة بساعدك في أمور خفية أو بكشف لك بعض الأشياء الخفية بتكون يعني عون لإلك بالفترة القادمة أنك أنت تحتاط من مين وتساعد مين وبرضو تحذر من مين لأنه شوي راح تكشف لك أشياء خلال الفترة هاي أنت ما كنت تتوقعها برج القوس ثقتكم بنفسكم كبيرة وبعمكم نشاط بادروا إلى خطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية انفراج وتقدم ملموس بعد مراوح وركود عليكم التحلي بحكمة وواقعية خصوصا للأمور المحيطة بكم تشتد عزيمتكم وممكن ترتفع المعنويات شوي وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر خلال هذا النهار هيك بحكي لك القمر خلينا نشوف خارطتك الشخصية ايش بتحكي لك انت شوي اليوم طاقتك عالية جدا البيت الاول في بعض الايجابية بدعمك الحظ في بعض المسائل بتشوف انه انت عندك قابلية اليوم للتغيير او لعمل شيء جديد او حتى ممكن قصة شعر او بعض الامور اللي الها علاقة باللبس او الهندام او الاهتمام بالشكل الخارجي لانه نفسيتك ممتاز اما بالنسبه للبيت الثاني فانا شايف انه في عندك ضغط مالي او تفكير في بعض المشاكل او المسائل الماليه عندك بعض الالتزامات اهم شيء انك انت تحا... تحاول انك ترتبها بالشكل الصحيح ما تندفع وتنجر وراء المصاريف اللي ما في من وراها فايده حاول انك ترتب امورك الماديه بشكل ايجابي اما بالنسبه لبيتك الثالث فانا شايف انه عندك كثير من التنقلات اليوم ولكن مزاجك عصبي شوي في نوع من انواع الحديه في طباعك حاول انك تمسك حالك حاول انه انت ما تعتمد على الحظ في نقاشاتك واتصالاتك وحاول ما تدخل بنقاشات حادة مع أحد أفراد المنزل خصوصا ابن أخ أب أم يعني حاول أنك ترتب الأمور بطريقة ما تصل لمرحلة الحدية في الطباع والمشاكل اما بالنسبة لبيتك الرابع فانا شايف بيت البيت الامور ممتازة جدا ممكن انت تقوم بتغيير في ديكور معين داخل البيت او بعض المقتنيات او المشتريات للمنزل يعني او نوع من انواع المساعدة من احد افراد البيت لك ممكن يصير عندك نوع من الاهتمام في صحة اخ او اب او احد المقربين اما بالنسبة لبيتك الخامس فانا شايف انه في شوية حظوظ موجودة بعض الاتصالات العاطفية موجودة ما في أي نوع من نحوس في هذا البيت بالعكس الأمر داعمك وحليفك ممكن تستمد الطاقة أو الثقة من الشخص أنت بتحبه أو ممكن أنه لقاء عاطفي اليوم يكون مبشر لخير أما بالنسبة لبيتك السادس بدك تهتم في صحتك شوي وبالنسبة لأعمالك ما تخليها تتراكم ما تلتهي باشغال ما الها علاقة بالواجبات المهمة انشغل في الاشياء المهمة وحاول تنجزها وما تراكم العمل عندك واهتم بصحتك وبغذائك. اما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراكة المالية والعاطفية ما زالت الامور فيها نوع من انواع الحدية في الطباع لسه في شوية عصبية في النقاشات حاسس انه الامور مش ماشية مثل ما بدك او بالشكل اللي انت بدك اياه. اصبر يومين والامور كلها ان شاء الله بتصير لصالحك اما بالنسبة لبيتك الثامن فنوع من الدعم رح يجيك خلال هذا النهار يا من خلال تعويض يا من خلال دعم خارجي المهم في امور الها علاقة بالامور المالية بتدعمك بشكل واضح يعني بتساعدك للفترة القادمة اما بالنسبة للدوائر الحكومية والانجازات القانونية فانا شايف انه الامور الضريبية او الامور الـ 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 المعاملات الخاصة هي اللي بتشغل تفكيرك خلال هذا النهار وبرضه في نوع من الدعم بتركز عليها أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف الموضوع من ناحية قضائية أو من ناحية قانونية أو من ناحية دراسية أو تعليمية أو مع الناس اللي خارج البلد أو الاتصالات البعيدة أو تنقلات البعيدة كلها مدعومة بحظوظ ممتازة بتدعمك بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فشوي حديتك وتسلطك ممكن يخلق لك بعض العداوات أو بعض المشاكل في نطاق العمل مع الشركات الكبيرة حاول أنك تمسك أعصابك بشكل إيجابي إنجز اللي بتقدر عليه والباقي أتركه ليوم قادم بكون الوضع أفضل بكثير ممكن شوي يصير في نوع من الحدية مع موظف زميلك أو مع رئيسك في العمل حاول أنك تتجنب هذا اليوم لأنه الأيام القادمة أحسن أما بالنسبة لبيتك ال11 فعندك كثير من الاتصالات اليوم الاجتماعية أو بعض الواجبات الاجتماعية بعض الاتصالات في أصدقاء ممكن يساعدوك أو ينشلوك أو يمدوا إليك يد العون على أساس أنهم يساعدوك في بعض المسائل حاول أنك أنت تستغل هاي الأيام لأنه كلها داعمه جاية من خلال أصدقاء أو من خلال معارف أما بالنسبة لبيت متاعبك فأنا شايف أنه الطاقة إيجابية بتدعمك فأنت عندك طاقة كبيرة موجودة ولكن أنت مشتت أفكارك لحد الآن أنت مش قادر تركز على الإشي الصحيح حاول أنك تفرغ الطاقة السلبية الموجودة عندك واستغل الشغلات الإيجابية وحاول أنك تنتهز الفرصة أنه الأيام في نوع من أنواع الدعم الخفي بيجيك واطمئن لهي الامور لانه الامور ان شاء الله راح تكون لصالحك كون واثق من هذا الحكي برج الجدي لازم تنتبهوا جيدا لصحتكم وعدم المبالغه في انجاز ما لديكم من عمل متراكم تهدأ وتيرتك الى حد الركود ممكن تلغي مشاريعك او بتعاني من تراجع معنوي او صحي ما تحسم امر فترة سلبية مخيبة للآمال ممكن تندم على أي خطوة تقوم فيها خلال هذا اليوم هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف خارطتك الشخصية إيش بتحكي لك؟ يعني اللي شايفه أنا بيتك الأول بدعمك نفسيتك شوي صحيح في إشي معكر عليك ولكن إنه أنت مسيطر على الوضع بتقدر تطلع من هذا الإكتئاب أو هاي الطاقة السلبية اللي موجودة تتجاوزها تشغل حالك بشغلات إيجابية اهتم بحالك اهتم بمظهرك اهتم ب... حتى لو بقصص شعرك الأمر إيجابي أما بالنسبة لبيتك الثاني فما زالت الأمور المادية هي اللي بتقلقك تفكيرك كله على الأمور المالية في بعض الالتزامات بعض الفواتير بعض الأشياء المرهقة هذا اليوم وبعدين إن شاء الله أنه كل الأمور بتصير لصالحك وبترتبها بشكل إيجابي حاول أنك تخفف من المصاريف اللي ما لها داعي اما بالنسبة لبيتك الثالث فانا شايف عندك كثير من الاتصالات والتنقلات خلال هذا النهار، عندك كثير اشياء لازم تنجزها ما تاجلها، حاول انك انت تفرغ نفسك او تضغط على نفسك شوي لانجازها، ولكن دير بالك من العصبية والتوتر لانه ممكن تخلق بعض النقاشات او الجدالات داخل البيت او مع مع احد افراد البيت. حاول انك انت تتجاوز الفترة هاي بدون حدية الطباع. اما بالنسبة لبيتك الرابع فالامر في, في البيت هادي جدا ممكن يتم بعض الصيانات او المشتريات او بعض المستجدات اللي بتصير على نطاق البيت ولكن كلها ايجابيه حتى لو شريت شيء للبيت خلال هذا النهار راح يكون لصالحك وراح يكون جيد في مكانه الصحيح اما بالنسبة لبيتك الخامس فراح تحس انه في نوع من الفتور العاطفي موجود عندك او بعض الاهتمام بالحبيب رح يقل خلال هذا النهار ممكن هو انشغالك وممكن هي نفسيتك وما تعتمد على الحظوظ لانه شوية الحظوظ هذا اليوم مش رح تكون بالشكل الايجابي وخصوصا انه القمر موجود في بيت متاعبك اما بالنسبة لبيتك السادس راقب وضعك الصحي راقب غذائك راقب, راقب تحركاتك انجز الاعمال الكثيرة هاي الموكلة لك على اساس انه انت ترتاح في الايام القادمه لمده طويله، اما بالنسبه لبيتك السابع فانا شايف الحظوظ على مستوى الشراكه الماليه والعاطفيه باوجها ممكن تستغلها وتستفيد منها وتكون الامور لصالحك بشكل ايجابي، اما بالنسبه لبيتك الثامن في نوع من انواع الدعم جايك ممكن هبه، ممكن مساعده بساعدك وبنشلك في اوقات انت بحاجتها، ممكن يكون عندك بعض الامور اللي لها علاقه بال مخصصات الضريبية أو التأمينات أو دعم بده يجيك من هذا الاتجاه ممكن أنه أنت تحققه خلال هاي الأيام إذا عندك ديون أو مطالبات مالية من أشخاص أو أنت عاير أشياء بتخصك على أشخاص ممكن تطالب فيها خلال هذه الأيام أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف أنه اتصالاتك الخارجية أو أي شيء له علاقة بالمحاكم أو العلاقة بالقضايا راح يكون في عندك نوع من انواع التقصير، حاول انك انت تفرغ يعني نفسك وتضغط نفسك ما تعتمد على الحظوظ في هذا الاتجاه خصوصا في هذا النهار تحديدا عشان تنجز اللي بتقدر عليه، اما بالنسبه لبيتك العاشر فانا شايف علاقتك مع الشركات الكبيره ممتاز جدا حتى لو طلبت توظيف او طلبت وظيفه معينه باحدى الشركات هذا يوم راح يكون داعم لك بشكل ايجابي. وممكن إذا أنت بتعمل بشركة كبيرة يتوجه لك نوع من أنواع الشكر أو العرفان أو التقدير على إنجاز بعض المعاملات أو الأشياء تلفت انتباه مسؤولينك في أو زملائك فيشكروك عليه، أما بالنسبة لبيتك الـ11 فأنا شايف إنه عندك نشاطات اجتماعية اليوم كثيرة ممكن تلتقي الأصدقاء أو تتناقل مع الأصدقاء أو تقوم ببعض الرحلات أو تتوجه لك دعوة معينة فلبيها لأنه الأمر هذا رح يخفف عليك أشياء كثيرة ورح يساعدك في أمور كثيرة أما بالنسبة لبيت متاعبك فهو بشحنك بطاقة كبيرة جدا إيجابية ما في أي شيء بخوف وأمن أنه ما في حدا بيكيد لك في هذه الأيام أو لا يجرؤ أنه يكيد لك كأنه في طاقة كبيرة أو شيء سر إلهي بحميك في هذه الأيام من أي حد بيحاول يتآمر عليك بالخفاء برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتتسع الأفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك وممكن تحصد أرباح تفرح لوقوف أحد الأصدقاء والأقارب إلى جانبك بتخف الضغوط وبيطمئن بالك هيك القمر بيحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية ايش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الاول وبيتك ال 12 بيت المتاعب اثنين ايجابيات يعني شايف طاقتك انا اليوم في طاقة ايجابية موجودة عندك عندك بعض التحركات انت بدك تنجز اشياء مهمة ممكن تهتم في نفسك اكثر وفي نفسيتك اكثر وكون ما بتكون مرح وبكون عندك نشاط يعني زياده أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايف أنه يعني شوي عندك برضو الأمور المالية لسه ما زال أنه في بعض المطالبات المالية بتجيك أو بعض الالتزامات المالية بتجيك من من بشكل خفي أو خفيف ممكن هذه الالتزامات تربكك ولكن أنت بتقدر تسيطر عليها إن شاء الله تعالى وترتب أمورك هذا آخر يوم ضاغط في هذا الباب وإن شاء الله أنه الفترة الجاية بكون فيه نوع من الانتعاش اما بالنسبة لبيتك الثالث فاليوم في اوج الضغوطات ما في داعي للمغامرات ولا المخاطرات ولا التهور ولا العصبية، حاول انك تمسك حالك ما تدخل بنقاشات لا مع اخ ولا مع جار ولا مع احد المقربين لإلك داخل البيت، حاول انك تمسك اعصابك شوي وما تنفعل اما بالنسبة لبيتك الرابع فبحكي لك انه دير بالك انه وحتى المشاكل داخل البيت او بعض المتطلبات اللي بتجيك عن من داخل البيت فحاول انك تمسك اعصابك وما تنفعل وما تميل للمشتريات الغير ضروريه بالفتره هاي لانه الفتره مش ايجابيه بالعكس الفتره هاي فيها نوع من السلبيه اما بالنسبه لبيتك الخامس فبقول لك ما تعتمد على الحظ نهائيا خلال هذا النهار وحاول انه اذا كان في عندك اي شيء عاطفي انك ما تجرح الحبيب بتصرفاتك او بانفعالاتك او بافكارك لانه شوي عندك حديه بالطباع وممكن ردات الفعل هاي تتسبب لك نوع من الخساره حاول انك تتجاوز هذا اليوم باي طريقه لانه الايام القادمه راح يكون فيها خير كثير اما بالنسبه لبيتك السادس عندك كثير من الاعمال والانشغالات خلال هذا النهار حاول انك انت تنجزها رغم صعوبتها حاول حتى لو عملت لساعات اضافيه انجزها وما تخليها تتراكم وما تنسى إنك تهتم في صحتك شوي أو بعض التقلبات الصحية اللي ممكن تعاني منها خلال هذا اليوم حاول إنك إنت تتكيف معها وتكون مستعد لها على أساس إنه ما تخليها تتراكم. أما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراكة المالية والعاطفية فالأمور مسيطر عليها تماما في نوع من أنواع الدعم في هذا المجال وممكن يكون عندك بعض الأفكار إنك تغير هاي الـ 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 الأشياء اللي موجودة أو تدعم أو تغير في مشاريعك أو في شغلك فيكون هذا الاقتراح إيجابي ومساعد على هذا الأمر أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف إنه في شوية ضغط موجود عليك الضغط هذا برهقك بعض المطالبات القانونية ممكن تكون على الساحة حاول إذا طلب أحد منك أنه تداينه في الفترة هاي ما تداين أحد لأنه ممكن هذه الديون ما ترجع لك ممكن أنه تفقد بعض المقتنيات أو بعض الأشياء ممكن تنسى أنت وين حطيت أغراضك حاول أنه أنت تركز في هذا الباب عشان أنت ما تفقد شيء وممكن يكون عندك بعض النشاطات في جهات لها علاقة بتأمين أو ضريبة خلال هذه الأيام اعرف انه الوضع ما راح يكون لصالحك لو تاجله ليوم اخر بصير لصالحك بصير البيوت دعمتك بشكل افضل اما بالنسبه لبيتك التاسع فانا شايف الامور فيها نوع من انواع الايجابيه كثير من الاتصالات او الدعم الخارجي ممكن يتوجه لك خلال هذه الايام او من ناس من خارج البلاد اللي انت عايش فيها اذا كان عندك سفر او خروجه او نزهه خلال هاي الايام برضو بتكون لصالحك الأمور القضائية وأمور الامتحانات برضو بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايفه لا هو معك ولا هو عليك ولكن في ساعات المساء ممكن يجيك خبر من شركة كبيرة أو من أشخاص بيعملوا في شركات كبيرة ممكن يدعموك في شيء معين أو يوجهوا لك نصيحة في شيء معين بتكون لصالحك أما بالنسبة لبيتك ال فشايف أنا لأنه عندك كثير من النشاطات مع أصدقائك أو بعض اللقاءات وممكن بعض المساعدات وممكن بعض المشاورات اللي ممكن تدعمك بالفتره القادمه وتكون لصالحك بشكل ايجابي. اما بالنسبه لبيتك 12 فهو امن تماما بشحنك بالطاقه الايجابيه وبحمي ظهرك من العدو او من الاعداء اللي ممكن يتربصوا لك بالفتره هاي فانت امن تماما. برج الحوت يوم مناسب للي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح في الدفع بمصالحه حافظ على إنجازاتك القائمة هدئ من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين واحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة واحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها هيك القمر بيحكي لك خلينا نشوف خارطتك الشخصية إيش بتحكي لك قبل ما نبدا فيها بدك تتذكر انه عطارد بتراجع عندك يعني انت اكثر شخص مضغوط من تراجع عطارد في هذه الفتره بالنسبه لبيتك الاول معني شوي نفسيتك ممتازه عندك نوع من انواع النشاط الفكري حاسس بنوع من انواع الدعم الداخلي او النفسي حاب انك تغير من شخصيتك او من شكلك او حتى قصة شعرك ممكن أو شراء بعض الحاجيات إلها علاقة بال بالهندام أو باللبس ولكن بدك تنتبه لأنه بيتك الثاني بيقول لك في عندك زيادة بالمصاريف وبعض التوترات المالية فما تحاول إنك تصرف فلوسك في المكان الغير مناسب أو إنه أنت تشتري أشياء أنت مش بحاجتها حاول إنك ترتب أمورك وفواتيرك بشكل مناسب جدا خلال هذه الأيام يعني يوم آخر اخير ضاغط حاول انك انت تصبر وان شاء الله الايام اللي جايه فيها خير اكثر اما بالنسبه لبيتك الثالث فانا شايف انه الضغوط كثيره عندك طاقه سلبيه كثيره موجوده في بيتك الثالث فعشان هيك حديتك وعصبيتك موجوده بشكل واضح ما تندفع ما تغامر ما تتهور خلال الايام هاي خصوصا اثناء القياده انتبه وركز تماما وكمان أثناء النقاشات أو الاتصالات أو المقابلات حاول أنك تركز وما تعتمد على الحظوظ ودير بالك من الخلافات مع أحد المقربين لإلك من داخل البيت أخ أو أب أو جار أه بالنسبة لبيتك الرابع برضو في طاقة سلبية موجودة فعشان هيك بحكي لك أنه شوي في نوع من المشاكل الداخلية في البيت خلال هذا اليوم فحاول أنك تمسك حالك وما تمشي مع التيار وتروح إلا أنت مسوي مشكلة أو مكبر المشكلة فحاول أنك أنت تمسك حالك شوي ممكن يطرأ هذا النهار بعض الأعطال المنزلية اللي تستوجب انتباهك أو العمل على إصلاحها لكن بدك تدير بالك من المصاريف لزيادة في هذا المجال أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف عواطفك جياشة خلال هذا النهار عندك بعض الحظوظ بتدعمك في مواقف كثيرة ممكن لقاءات عاطفية أو اتصالات عاطفية أو اتصالات مع أشخاص ممكن أنهم يساعدوك في أبواب كثيرة أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه صحتك شوي بدها نوع من أنواع المراقبة ما تحاول أنك أنت تستسلم للضغوطات حاول أنك تنجز أعمالك بشكل إيجابي وما تخليها تتراكم أما بالنسبة لبيتك السابع فبرضه شايف انا في ضغوط بين الشراكة العاطفية والشراكة المالية في هذا اليوم برضه نفس الاشي بدك تحذر من الخلافات بينك وبين الشركاء وحاول انه انت ما تكبر الامور وان عرض عليك شيء لا توقعه خلال هذا النهار حاول انك تأجله لا يوم الغد اما بالنسبة لبيتك الثامن فانا شايف عندك نوع من انواع الحظوظ او الدعم الخارجي ممكن يجي خلال هذا النهار او اموال تستردها من ضريبة او من تأمين او على شكل هبة أو دعم ممكن يجيك بشكل أنت ما تكون تتوقعه وممكن استرداد بعض الديون أو الأموال اللي أنت مقرضها لناس اليوم أنت تحصلها أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف أنه لا هو معك ولا هو عليك ولكن في بعض الحظوظ بتجيك في ساعات المساء في أمور إلها علاقة البيت التاسع زي ما الكل بيعرف انه له علاقه في الاتصالات والمواصلات الخارجيه او الاتصالات مع دول اجنبيه او مع ناس في الخارج او الامتحانات او القضايا القضائيه فعرف انه ما في الدعم الكثير موجود في هالمكان هذا الا في ساعات المساء ممكن يصير في نوع من الاتصال ويكون في ايجابي لدعمك اما بالنسبه لبيتك العاشر فالامور ما في اي ضغوطات بالعمل مع الشركات الكبيره لا مع الزملاء ولا مع مسؤوليك في العمل، فالأمر طبيعي جدا وهادي بيعتمد على جدارتك وعلى الإنجازات اللي أنت بتقوم فيها. أما بالنسبة لبيتك الـ11، فأنا شايف إنه اليوم عندك كثير من الاتصالات وعندك ممكن يتوجه لك دعوة أو لقاء مع صديق أو مشروع بدعمك فيه صديق أو فكرة بساعدك فيها صديق، المهم إنه في نوع من أنواع الدعم والعلاقات الاجتماعية اللي اليوم راح تتحرك فيها بشكل ايجابي بالنسبة لبيتك 12 انا شايف انه امن تماما ما في اي خوف لا من عدو ولا من حد بمكر لك او بتآمر عليك في شيء دعمك ومساندك وحاميك في خلال الفترة هاي والله الحامي اسأل الله انه ربنا يعطيك خير هذا النهار واصبر للايام القادمة فيها كثير من الاشياء الايجابية هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء